كما ينضم الينا الان هاتفيا الاستاذ اشرف ابو الهول مدير تحرير الاهرام. بعد التحيه استاذ اشرف، الرئيس السيسي اليوم بيشهد اصطفاف تفتيش حرب الفرقه الرابعه المدرعه بسويس، اهميه ذلك والرسائل التي تحملها هذه الاحداث. اولا تحياتي لحضرتك وللساده المشاهدين. يعني عندما يختار الرئيس السيسي الفرقه الرابعه المدرعه فهو اختيار يعني هام جدا وله دلالته. هذه الفرقة يعني أول فرقة مدرعة تأسست في الجيش المصري، شاركت في حروب 56 و67 و73. هذه الفرقة أول فرقة أدخلت الدبابات الحديثة مثل M1A1 تسمى جوهرة الجيش، دائما على استعداد. الكفاءة القتالية لمقاتليها عالية جدا، هي الأعلى لدى الجيش المصري في كل مكان وكل يعني زمان. في هذه الفرقة هناك دائما استعداد، هناك جاهزية، هناك استعانة بالتكنولوجيا، أسلحة يعني من كل مكان يمكن أن يتم الاستعانة بها يتم الاستعانة بها، لأنها فرقة متكاملة، فرقة يعني تعتمد على أسلحة من الغرب ومن الشرق وأسلحة مصرية وأسلحة معدلة في مصر، وبالتالي هي رسالة أننا جاهزون لأي احتمال، يعني سندافع عن أرضنا بأي طريقة كانت، وبالتالي هي رسالة للجميع ابتعدوا عن حدود مصر. بالتأكيد يعني امتلاك الدولة السلاح القوي الرادع مع تنوع مصادره أعتقد بيجعل من دور مصر دور قوي في مثل هذه الأحداث. يعني السيد الرئيس تحدث أيضا عن دور مصر في القضية الفلسطينية، وأكد أنه أو لدى مصر دور إيجابي للغاية في وقت نزيف الدم وتوصيل المساعدات لأهل غزة. كيف تعلق على ذلك؟ بالتأكيد يعني مصر تسعى منذ اللحظة الأولى التي حدث فيها هجوم السابع من أكتوبر الحالي على مستوطنات غلاف غزة، تسعى إلى تهدئة الأوضاع لأنها تعلم تماما أن الأمور قد تنفلت، وأن حجم الهجوم الذي تم يعني سيؤدي إلى ردود فعل شديدة، وأيضا كانت تعلم بالمخططات الخاصة بها وبسيناء، وبالتالي تحركت منذ اللحظات الأولى اتصالات في كل الاتجاهات. الأولوية المطلقة كانت فتح المعبر لدخول المساعدات للفلسطينيين، السعي للتوصل إلى وقف إطلاق النار، والأهم من ذلك هو إقناع المجتمع الدولي أن القضية الفلسطينية طالما لم تحل ستكون دائما وأبدا مصدر للصراعات في المنطقة وفي العالم، ولا بد من السعي لحلها. مصر استضافت قمة القاهرة للسلام، مصر لم تتوقف يوما عن الاتصالات والتشاور سواء مع البلدان العربية الشقيقة سواء مع الدول الصديقة حول العالم سواء مع القوى والمنظمات العالمية، وبالتأكيد أولا مع كافة الأطراف الفلسطينية بداية من السلطة الفلسطينية، وهي تسعى إلى احتواء الموقف وعدم توسعه، لأن الكل سيخسر، ولكن قبل أي شيء وكل شيء تؤكد على أنه لا مساس بحدود مصر. بالفعل رئيس السيسي أيضا أكد أن الحفاظ على الأمن القومي وحماية الحدود والدفاع عنها يعني دور أصيل ورئيسي للقوات المسلحة. تعليق حضرتك على ذلك من خلال الأحداث والاستعدادات المتواصلة تسليحا وتدريبا. بالتأكيد مصر على مدى السنوات الأخيرة يعني تسلحت بكل ما أنتجته التكنولوجيا الحديثة من أسلحة من طائرات من دبابات من حملات طائرات، كل أنواع الأسلحة بلا استثناء دخلت الخدمة في مصر، ومصر لديها جاهزية لأنها تشارك في عشرات المناورات سنويا في كل الاتجاهات سواء مع الدول الشرقية أو الدول الغربية أو الولايات المتحدة أو الدول العربية، وبالتالي هي جاهزة، قواتها المسلحة جاهزة. زيارة الفرقة الرابعة اليوم هو مجرد مثال على جاهزية
القوات المسلحة المصرية للقتال. نحن نعلم أنه يعني بجوار الفرقة الرابعة توجد الفرقة 19 ومحية الأخرى الفرقة السبعة، كل هذه فرق يعني بالفعل وصلت الفكرة كبيرة جدا للتعامل مع أي موقف طارئ ولديها خبرات كبيرة. في النهاية يعني حمى الله مصر وشعب مصر وأيضا قوات المسلحة. الأستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير الأهرام، شكرا جزيلا لك.